إذا صبرت أنت لماذا لا تضحي بشيء من الدنيا؟ نعم توسع صدرك. والله الدنيا هذه سوف نلحق عليها، ماذا نقصك منها سوف تنال أنت يوم من الأيام. نعم. أذكر أحد الإخوة يقول تشاجرنا حنا الإخوان بعد وفاة الوالدة، الوالدة وصت ببناء مسجد وتوفيت الوالدة وما تم المسجد، فأراد الإخوان تقسيمة التركة، فقمنا نقسم التركة، فقلت يا إخوان تكلفة المسجد كانت بالقيمة الفلانية وناقص المبلغ، إيش رأيكم جميعا نتشارك في باقي المبلغ ونشكر الله عز وجل ونشكر والدتنا ونقوم أدينا مشروعنا؟ قام واحد من إخواني قال لا لا، هذا مالي الآن وما لا أحد دخل فيه، أنا أبي أحط في المسجد هذا، أبني مسجد ثاني، ما حد يشاركني. يقول كلنا انصدمنا من هذا الموقف، أكملنا الحمد لله حنا البقية أكملنا المسجد. يقول ما مضت أيام معدودة، شهور أو سنة، إلا وزوجة أخي هذا زوجته تتصل بي تشتكي، تقول يا أخي شوفوا لي حل مع أخوكم هذا، والله أخوكم بعلمكم شيء ما تدرون عنه أنتم، أخوكم ما يقعد عندنا، أخوكم كله برا البلد، أخوكم كله مسافر، أخوكم ما يعرفنا. تصدقون والله العظيم أننا الآن ما عندنا مصروف، كل الملايين راحت، كل الأموال راحت. تذكرت الحدث أنت؟ نعم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهل جزاء الإحسان؟ نعم. لذلك نحن اليوم بلغ بنا الشح. أنت يقول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل لما اشتكى من والده قال أنت، قال ومالك؟ قال لأبيك. يشتكي لا نريد احنا الإضرار من الأب، لكن نعم. نقول له أنت ماذا تقدم للوالدين أصلا؟ ماذا بأي شيء تكافئ الوالدين؟ نعم. وهذه سلسلة تاريخية سوف تمضي. بس هل هذا ترى أنه حرمان يا شيخ من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنا أقول أنه حرمان. ما من ذنب من أجدر أن تعجل فيه العقوبة في الدنيا. نعم. مثل هذا الذنب، ذنب العقوق، ذنب القطيعة، ذنب التدابر. ليس نعم. المؤمن يقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، فكيف إذا كان طعان في أقاربه؟ كيف إذا كان طعان سباب لأقاربه، شتام لأقاربه، ذام لأقاربه؟ لماذا موسى وهو موسى نبي من أنبياء الله يقول لربه أخي هارون، أخي هارون أفصح مني لسانا أرسله معي؟ شوف الشفاعة كيف أخوه. نعم هو أخوه سند. ولذلك رب اغفر لي ولأخي، نحن بأمس الحاجة إلى هذا. وابني آدم لما قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. اليوم يأتي الأخ لأخوه عطني حقي، قال ماني بعطيك حقك، ادل باب الشرطة، ادل باب المحكمة، راح. ليه؟ لماذا نصل لهذا الحد؟ لماذا نكون إخوة نحن متشاجرين بدرجة من القطيعة والتدابر، أن تصبح بدل أن يعطف الأخ على أخوه والأخت على أختها ويساعد الأخ أخوه؟ يا أخي الكريم، أذكر يوم من الأيام أحد الإخوة اشتكى لي ويقول ماذا نفعل مع هذا الأخ السفيه، يقول لي كذا، هذا الأخ السفيه الذي ما يفهم، هذا الأخ الذي تعبنا، كل حين يطلب، كل حين يسأل، كل حين. فأنا استمع إليه ثم قلت له يسأل ويطلب من كمال عقل ولا من قلة عقل؟ من كمال علم ولا من قلة علم؟ لا. من كمال دنيا ولا من نقص دنيا؟ سكت. قلت لا، إن أعطيته فأنت تشكر الله، هو أخوك، خرجت أنت معه من بطن واحدة، الله أكبر، لكن الله عز وجل رزقك وهو الله ما رزقه، وأنت الله أعطاك ولكن هو الله ما أعطاه، وأنت الله جعلك تعيش مستقر ولكن هو مسكين ما استقر، أنت الله عز وجل أعطاك بيت، أعطاك مسكن، أعطاك وظيفة مرموقة وكل حاجة، لكنه هو مسكين في وظيفة في كل يوم في وادي، وهو مسكين لم يستقر في زواج، وهو مسكين ليس عنده بيت، وهو مسكين لم يستقر في أمر، وهو مسكين وهو مسكين. سكت. قلت يا أخي احمد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتصدق من عنده فضل على من ليس عنده فضل. فأنا أقول للأرحام اليوم لا تجعلون الحياة بينكم حياة مادية، لا تجعلون حياة مادية، جعلوا حياة روحية، حياة مودة، حياة محبة، حياة تراحم بينك وبين أعمامك. لا تجعلها والله عمي هذا يوم أني صغير فعل لي، هذا خالي محترمني، هذا كذا. لا يا أخي الكريم، لابد أن نحسن اليوم لهؤلاء الناس، سبحان الله، لابد أن نعيش مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، التراحم هذا مطلوب، والأقربون يا شيخ أولى بالمعروف. لذلك لماذا سميت الرحم بهذا؟ لأنها شجنة من الرحمن. كان ابن عباس
وكان غيره، كانوا إذا أراد أن ينصحون ولدهم قالوا يا بني لا تصحب قاطع. قالوا لما؟ قال لأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ما رأيك أن تعيش اليوم بين أناس يستحقون اللعنة ولا تنزل عليهم الرحمة؟ ماذا تنتظر من هذا الإنسان؟ تخيل إنسانا يعيش في بلد بينه في حي واحد مثلا، وأمه ربما لا يزورها إلا في الأسبوع مرة، وعلى أطراف أصابعه في الأسبوع مرة. بعض الأخوات واسمح لي أقول هذا، بعض الأخوات اليوم ربما كل يوم تطلع من البيت وتذهب للعمل وتذهب للزيارة وتذهب للسوق وتذهب لكذا، لكن ربما أمها لا تزورها في الأسبوع إلا مرة واحدة. أنا أعرف بعض الأخوات الفضليات، تخيل أنت، يوميا يلتقون عند أمهم، بل يأتون من أحياء متفرقة، أعرفهم، يأتون من أحياء متفرقة جزاهن الله كل خير، الله مدة نص ساعة أو ساعة يلتقون مع الوالدين بعد صلاة العصر، يوميا يلتقون، يوميا. تخيل أنت، تقول بعدما تغدى أبنائي وجاء زوجي من العمل واستقر، وهذا الوقت دائما هو وقت عندي يعتبر مدة الساعة بداية العصر، عيالي اللي مقيل اللي كذا، يعني وقت هدوء، أنا أستغله أذهب صلة أرحامي وصلة الوالدة خصوصا. هذه البرامج لماذا نحتاجها اليوم؟ بعض الأزواج أيضا قد يسبب قطيعة الرحم، فيجعل زوجته لا تصل أقاربها، لا تذهب مناسباتهم، ولا تذهب لوالديها، ولا تأتيهم، هذا لا يجوز. فهل عسيتم إن توليتم، قال، أن تفسدوا في الأرض، قال، وتقطعوا أرحامكم. إذن وصل الأمر بالتقطيع إلى أنه يمنعهم من الزيارة. ما تذهبين بيت عمش هذا؟ يا أخي الكريم، عندك خلاف أنت مع عمها، عندك مشكلة، خلاف رأي، لكن لا يجوز لك شرعا أن تمنعها، إلا أن ترى شيئا من المعاصي أو الموبقات أو الكبائر أو غير ذلك. أما اليوم أصبح بعضنا يمنع أولاده، بل بعض الأمهات تقول لبناتها إن كنتم تبوني أرضى عنكم ما تروحون بيت خالاتكم فلانة، ما تروحون بيت عمتكم فلانة. وهذا يا أختي الكريمة، أنت عندك شجار مع عمتهم هذه، حماتك، عندك مشكلة مع أخت زوجك هذه، لكن لا يجوز لك شرعا أن تمنعين بناتك، أن تمنعين أولادك. بعض الأزواج مساكين يعيش بين نارين، بين أم تقول له طلق هذه المرأة، وبين زوجة تقول له يا أنا يا أمك. ما هو الحل؟ أم تقول له طلقها، وزوجة تريد أن يقطع أمه. أنا أقول لكل أم، لا يجوز لك هذه العبارة، ولا يجوز لك شرعا أن تفعلين هذا، لا يجوز لك شرعا أن تفعلين هذا الفعل، لا يجوز لك أن تطلب من ابنك الطلاق. نعم، وأنت أيتها الزوجة لا يجوز لك شرعا أن تمنعين هذا الزوج. يا أخي، أنت عندي خلاف مع أمي، لكن يا أختي الكريمة، قولي حق هذا الزوج جزاك الله خير يا أبو محمد، راح حق الوالدة، أمك في النهاية راح لها، الله يجزاك خير. أنا معاها في خلاف، لكن ليس معنى أكبر الخلاف وتصير أنت ما تروح حق أمك، أنت ما تزور أمك. لا، لذلك نحن بأمس الحاجة إلى هذا الأمر كله اليوم. لابد أن ندرك أن صلة الرحم اليوم مطلوبة، لكن هذه الأسباب. نعم يا شيخ. طيب، احنا أنا أبغى، طبعا الوقت داهمنا، لكن أبغى رسالة منك يا شيخ لكل القاطعين الآن، وكل أناس اللي قطعوا حبال التواصل بين أولا والديهم، وثانيا بين أقاربهم بشكل عام. أغنياء الأقارب يا شيخ، هناك يأتي أغنياء في الأقارب، وصدقاتهم وخيرهم تجد أنه خارج أقاربهم، مع أن بعض أقاربهم محتاجين. رسالتك لهؤلاء ولكل القاطعين. قل إن كان الرسالة في استشعال إرضاء الله، في استشعار إرضاء الله عز وجل، مطلب كبير جدا. ذكر عن ابن عباس أن أمه طلبت ماء فذهب وأحضره، فوجد أمه نائمة فجلس يرقبها، قال لعلها تستيقظ فتريد الماء. الإحسان ليس للبعيدين، بل هو للأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف دعوة وتعليما وإعانة وتسديدا ومساعدة إلى غير ذلك من الأشياء. وصلة الأقارب أيضا بالمودة والتواجد وإثبات وجودك معهم. نحن مشكلتنا شيخ عبد الرحمن، ربما نصل أقاربنا لكن في الأحزان، لكن أين نحن في الأفراح؟ أين نحن في الأفراح؟ أين منا اليوم من يستشعر أنه يذهب بوالده ووالدته وأنه يسعد بهم جميعا؟ يقول لي أحد الإخوة، يقول نحن ثلاثة إخوان نتناوب، وهذه نقطة مهمة جدا نريدها اليوم، أن يتحمل، تجد بعض تبعات البيوت اليوم أخ واحد أو أخت واحدة والبقية يتفرج،
لا يساعد ولا يعين، وهذا من الأسباب المدمرة في حياتنا. فأقول للإخوان المقتدرين أعينوا وساعدوا، تناوبوا مع أخوانكم البقية، إن كان أبوكم مريض تناوبوا على علاجه، تناوبوا على دوائه، تناوبوا في وقته، تناوبوا في مساعدته، تناوبوا في الذهاب به للعلاج، تناوبوا في إدارته. ومن البر قبل أن أنسى، ترى برا ما حد ينتبه له اليوم، وهو بر الوالدين أصحاب الأعمال الخاصة. نحن اليوم نرى عشرات الأعمال الخاصة ربما تموت، تجد الأب مسكين تعب في إنشاء شركة أو إنشاء مصنع أو إنشاء أو إنشاء، وأبناء أخذوا ما يريدون من هذا الأب وتركوا مساعدته، كل شهر يريدون راتب ينزل في حسابهم وكذا 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 بالأشياء، لكنهم يرون والدهم يتعب تعبا شديدا ولكنهم لم يقفوا معه ولم يساعدوه ولم يحسنوا إليه. وأنا أقول والله إن من أعظم البر أن تحسس والدك أنك معه وتثبت تواجدك مع والدك وتذهب لوالدك. نحن بين اتصالين وفرق بينهما، بين اتصال من أب يقول وينك يا إبراهيم، وينك يا عبد الرحمن، يا ولدي وينك يا عبد الرحمن، أبغاك تروح المكان الفلاني، وبين اتصال من الابن للأب يبه تأمرني بشيء، في خاطرك شيء، يبه توصيني على شيء، يبه ترى بكرة عندي إجازة تبغى شيء، عندك شيء متعطل، يبه ترى أنا يمكنني أروح الرياض اليوم تأمرني بحاجة. البارح اتصلت علي الوالدة وأنا كنت خارج البلد الطرف، قلت أنا والله في لفوف تأمرين على شيء يمه، قالت والله، فجلست أعدد لها أعرف أشياء نواقص الوالدة تبيهم، نواقص أعرفها تبيهم، قلت تبين كذا تبين كذا تبين كذا، وقالت تبي ثريا، فقلت لها والله بشرب الخير ما أجي الليل إلا شريها، وفعلا شريتها وجيت في الليل وحطيتها في البيت. أنت فقدهم، أنت اسألهم، أنا لا أذكرهم بأني عملت عمل، لا والله ما قدمت شيئا، لكن أنا أقول لماذا نحن لا نتفقدهم؟ أنت رايح بكرة الشرقية تامرني ما على شيء من الشرقية، تقول لك بتقول رايح والحساء، قال إيه والله، قالت بتقول لك جيب لي تمر، عشان جيب لها تمر بس. أنت فقدك فرق بين الاتصالين، الاهتمام، أنا أعود الاهتمام، أيوة الاهتمام، أحسنت، هاي وشلونك اليوم، كلت الدواء، خدت العلاج يباه، وفرق بين ذاك الإمام اللي يقول لي من أعظم البر، وذاك فرق بين الإسماع الإمام، يقول الإمام كل يوم بعد صلاة الفجر، إحنا نطلع من المسجد أو يصلي معانا أحد الإخوة من الجيران ساكن بعيد، كل يوم يجي بعد الفجر لأن أبوه مريض يتابع دواءه ويذهب. الله أكبر. طيب خلال دقيقة بس يا شيخ، المتبقي معنا رسالة للوقف يا شيخ، وقف بر الوالدين. أنا أقول أن هذه الأوقاف والمشاريع الطيبة المباركة في الحقيقة هي أوقاف تدلنا على الخير. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والرجل منا في يوم القيامة تحت ظل صدقته. الله أكبر. فعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، وعلى قدر ما تبذل. لذلك سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من رجل تصدق بصدقة، وهذه الصدقات والنفقات والبذل والخير والله إنه مقطوف بإذن الله خيره. أنت قل لي باقي دقيقة فشوشت علي بعض الأفكار حقيقة، لأني وجدت أن الوقت وقت يا شيخ والله معك ذو شجون، يعني كان خاصة موضوعنا وأيضا أنت شغال علينا، كنا نتمنى لكن عاد هذا يكفي. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات، هذه القناة المتابعة حقيقة، هذه القناة التي أنا أدري يجلس عليها كثير من الكبار وكثير من الأخوة والأخوات، خصوصا بناتنا اليوم، أنا أقول يتقون الله، لو أطعنا والدينا وقمنا ببرهم ما احتجنا هذه الخادمات. أيوة. كل يوم قاعدين نسمع مشاكل الخدم، لكن بناتنا اليوم ليش ما يطعون أمهاتهم؟ كله قاعدين على التجوالات وقاعدين على الآيباد وقاعدين على أشياء لا تسمن. والله العظيم أنت في البيت تأمر ولدك الصغير يروح يطق الجرس على الخدامة، يعني ليه؟ ترى الأب يستمتع يستمتع يستمتع، يعني أعطيك مثال بسيط. نعم. أنت متزوج ولا؟ نعم صحيح يا شيخ، أبو أسيل يا شيخ. تجد بعض الأحيان تجد نفسك تأمر زوجتك، لا، ولدك ولا بنتك موجودين، صح ولا لا؟ صدقني ترى الرجل يستمتع بأن هذه الزوجة تخدمه. يا سلام. بعض الأحيان تأمر ولدك ترى تستمتع أنت. خفت تصير سادي يا شيخ. وذهب وتعال. لذلك نحن اليوم لابد عيالنا وبناتنا اليوم يخدمون، يتعاونون. يا إخوان هذول المسلمين اللي جاؤوا في بلدنا اليوم من العمال، الرفق بهم الرفق.
وهذا أيضا برا بوالديكم، طاعة لوالديكم. لما تساعدون الوالدين تساعدونهم في أمورهم. أنا أقول أيضا بناتنا وعيالنا في المذاكرة، ترى المذاكرة برا بالوالدين، ترى دراستك نجاحك فيها ترى برا بوالديك. الله. ترى